مشاهدينا، عبرت القوى السنية العراقية التي كانت تطالب بتأجيل إجراء الانتخابات التشريعية عن خشيتها من تراجع حظوظها بشكل ملحوظ في دوائرها الانتخابية بسبب ما تشهده تلك المناطق من تشريد وملاحقة للاجئين ومنعهم من العودة إلى منازلهم أو ابتزازهم من قوى في الحكم. وتتخوف القوى السنية مما وصفته بالغزو الانتخابي المقبل من قبل الحشد الشعبي الذي بات يسيطر على مساحات واسعة من المدن بعد مشاركته في عمليات استعادة هذه المدن من تنظيم الدولة. ويتوقع بأن تكون مدينة الموصل من أبرز المدن التي ستشهد مصادرة أصوات جمهورها لصالح 5 قوائم انتخابية شيعية. نتابع التقرير. تعيش العراق مدا وجزرا سياسيا عشية الانتخابات البرلمانية الأولى بعد دحر تنظيم الدولة وحصاره في مجمل الأراضي العراقية. وفي خضم السباق الانتخابي المحموم بدأت تتضح خريطة الأحزاب والكتل السياسية المشاركة، وأهمها تأثيرا الكتل السنية. خلف 5 أحزاب وكتل سياسية شيعية متفاوتة الولاء لإيران تقف الكتل السنية تحت قيادة إياد علاوي وأسامة النجيفي لتواجه في حملاتها الانتخابية العديد من التحديات والمخاوف بتراجع تأثيرها على الأرض، بداية بالسيطرة الشيعية الإيرانية واختراقاتها للحياة السياسية العراقية، وليس نهاية بإقناع وتمكين أكثر من 1.5 مليون نازح من المناطق السنية في العراق في التصويت للانتخابات، وكذلك مقاومة الامتداد السياسي لميليشيات مسلحة على رأسها الحشد الشعبي الذي يسعى لتسويق نفسه المنقذ الأهم للعراقيين من براثن تنظيم الدولة. يرى محللون أن كل هذه العوامل السياسية والاجتماعية وغيرها تجعل المشهد الانتخابي محصورا بين الكتل الشيعية التي تمتلك أكثر من غيرها حظوظا أكبر للفوز بأكثر عدد من المقاعد النيابية، في حين ينحصر تأثير الكتل السنية في تحديد الفائز من خلال تحالفات مشتركة. مشاهدينا، للمزيد أرحب بضيفي عبر الهاتف من بغداد السيد نجم عبيد يعقوب القيادي في تحالف بغداد. أرحب بك سيد يعقوب، كيف تقيم هذه الحملة الانتخابية وقد أوشكت على نهايتها؟ حياك الله أستاذ، أهلا وتحية لك ولقناة الحوار ولمشاهدي قناة الحوار المحترمة. المتابع للمشهد السياسي العراقي من بعد 2003 أن الكيانات السياسية الموجودة في العملية السياسية لم تستطع أن تقود عملية سياسية ناجحة العراق، وذلك نتيجة الصراعات بين الكتل السياسية الموجودة في السلطة والمشاركة في العملية السياسية، وهذا لا يخفى على أحد. وما وصل إليه حال العراق اليوم نتيجة هذه الصراعات، وقد تكون هذه الصراعات قد بنيت لأسباب أيضا طائفية أو مصلحية بنفس الوقت. والآن المواطن العراقي أصبح ينظر إلى هذه الكيانات السياسية لا تمثله في البرلمان العراقي بعدما ناله ما ناله من السياسة الخاطئة، وناله ما ناله من العوز الاقتصادي وقلة الخدمات وعدم استطاعة هذه الأحزاب أن تلبي متطلبات الشعب العراقي. ولذلك أصبحت هنالك في البداية حالة عزوف عن الانتخابات، ولو أن الشارع العراقي يعلم ومتأكد أن العزوف عن الانتخابات ومقاطعة الانتخابات سيؤدي إلى نتائج تغيير هذه الوجوه وتغيير هذه الكتل السياسية، فأنا أقول لك أنهم سوف يقاطعون هذه الانتخابات. ولكن بالنتيجة وصلنا إلى حال أنه يجب على العراقي المشاركة في هذه الانتخابات واختيار وجوه جديدة وكيانات سياسية جديدة موجودة على الساحة. نعم. ولا يخفى على أحد أن هنالك كيانات سياسية قد ترتقي إلى مستوى ضعيف من تلبية احتياجات المواطن، وفي هذه المرحلة قد يكون لها حضور نتيجة تقوية وجودها خلال الحملة الانتخابية. طيب.
الاتجاه. طيب التقرير ذكر سيد يعقوب بأن المنافسة محصورة ربما بين الكتل الشيعية، وبالتالي يعني ما هي حظوظ السنة؟ هل يكتفي السنة فقط بترجيح كفة الفائز من القوى الشيعية؟ سيد العزيز، من يرى أن هنالك ترجيح لقوى التحالف الوطني الموجودة على الساحة أنها سوف تكون الأوفر حظا في هذه الانتخابات، فأنا أرى أنه مخطئ، لأن الشارع العراقي اليوم من شماله إلى جنوبه ينظر إلى العملية السياسية وشخوصها أنها لم تؤدي دورها بالشكل المطلوب، بل إنها أساءت إلى العملية الانتخابية برمتها. ولذلك نحن نرى التذمر موجود في كافة أطياف الشعب العراقي. لذلك اليوم ليست هنالك أرجحية لقوة التحالف الوطني على حساب التحالف القوى الوطنية أو على حساب التحالف الكردستاني، بالرغم من أنه التحالف الكردستاني اليوم أيضا أصبحت فيه خلافات على الساحة في شمال العراق. إذا هنالك تقارب في الوضع السياسي لهذه الكتل، وما نلاحظه من خلال مراقبتنا للمشهد السياسي أن الشارع العراقي الآن يبحث عن وجوه جديدة يتأمل فيها ويتوسم فيها الخير في المرحلة القادمة. ونحن نرى أن النتائج سوف تكون في المرحلة القادمة متقاربة لكل الكتل الموجودة على الساحة، سواء الكتل التحالف الوطني وخصوصا بعد تشظيها وتكوينها لائتلافات جديدة، وكذلك تحالف القوى وتشظيه بقياداته والكيانات المنضوية تحته لكتل ائتلافات جديدة. لذلك نحن نعتقد أن النتائج سوف تكون متقاربة نوعا ما لهذه الكتل، وقد تحصل بعض الكتل على حضور ضعيفة، وبالتالي هنالك أحزاب سياسية أو كتل سياسية سوف تختفي من المشهد السياسي في المرحلة القادمة. شكرا لك السيد نجم عبيد يعقوب القيادي في تحالف بغداد، كنت معي عبر الهاتف من بغداد.